من الممكن أن يجامل على حساب نفسه خصوصا لو كان أجنبي؟ أولا خلينا نقول مباراة موزمبيق طبعا يعني المستوى ما كانش كويس للفريق المصري حقيقي. كان الأداء مش المرضي للجماهير والإمكانيات مصر بالنسبة لموزمبيق الأداء يعني كان فيه هدوء زيادة عن اللزوم أو تراخي مع فريق كان ممكن أنت تخلص الجيم معاه في بداية المباراة صح. خاصة أنت حرصت هدف بدري كنت تقدر تعزز الهدف ده ولكن اللي واضح في المباراة أن مفيش شكل للمنتخب يعني طريقة اللعب أنا وجهة نظري شايف أن محمد صلاح لازم يلعب في المكان بتاعه اللي هو بيلعب فيه في ليفربول تحس أن الدنيا ملخبطة صح كله قافل على كله وبرضه انا عايز اقول لك حاجه يعني تحس ان ايه يعني مستر فيتوريا يعني ايه معلش يعني دخل صلاح في مكان هو ما بيلعبش في المكان ده في ليفربول لما بيجي يدخلوه جوه الملعب بيدخله كفيرود بيدخله فيرود صريح صح برافو عليك لكن انت ملاعبه تحت الفيرود يعني ملاعبه شات ستريكر اللي هو بنقول عليها 9.5 اللي هو يعتبر فيرود ولا هو منه صانع العاب ولا هو فيرود صريح لكن صلاح من نوعيه اللعيبه طبعا لعيب كبير ولعيب عالمي لكن من نوعيه اللعيبه اللي بيحب يستلم وهو كاشف الملعب بيستلم وهو على الجنب فكاشف الملعب كله لكن لما تيجي تحطه تحت الفيرود هيبقى عايز يستلم والمدافعين في ظهره فصلاح من نوعيه اللعيبه اللي بتكش شويه في الالتحامات فمش هتلاقيه يستلم الكره كتير ويلعبها كتير فبالتالي حتى وضح ده الكلام ده في بدايه المباراه كان المفروض المدرب يوديه مكانه ويخلي زيزو هو اللي يلعب في المكان ده لكن لقينا ان هو مستمر عليه فطبعا يعني اداء يعني غير مرضي ويعني كلنا زعلانين ان فقدنا نقطتين بجانب ان يعني ما ظهرش شكل المنتخب هجومي بطريقه معينه اذا كنت بتشتغل من ناحيه من على الاطراف الاجناب بتاعتك او من العمق او من الكور الثابته او لا يعني تحس ان احنا كاننا اتجمعنا في المباراه دي فطبعا مباراه وجهه نظر النسيان طبعا لمنتخب مصر لكن انت حطيت نفسك في موقف صعب خاصه كمان غانا خسرت بالراس الاخضر اللي بقى عنده حظوظ كبيره ان هو يكسب مباراه من الاثنين وخاصه ممكن يطمع في موزمبيق فبقيت انت اللي في القصه ما بين قوسين او ادنى انك تخرج انت وغانا فالمباراه الجايه ضروري فيها المكسب عشان تضمن ان انت تكمل في البطوله فبالتالي طبعا مباراه لا يعني اداره ما كانتش على المستوى واللعيبه ما كانوش في الحدث وبجانب ان في لعيبه بتلعب زي النني مثلا لعيب كبير ونجم كبير لكن واضح ان هو مش جاهز يعني انا من بدايه المباراه ببص على اللعيبه بنظره المدرب فلقيت ان يعني بيجري يعني تحس انه تعبان يعني لسه ما دخلش فورمه مباريات انه يلعب مباريات بالكامل فبالتالي ما كانش عندك نص ملعب ما كانش عندك هجوم من على الباكين الطرف ما كانش عندك اطراف هجوميه جناحات مميزه وصل ان احنا يعني ونقول في الاخر الحمد لله ان احنا تعادلنا لان احنا كنا ممكن نخسر السؤال الثاني يا كابتن اسلام هل من الممكن ان يجامل المدير الفني على حساب اسمه خصوصا لو كان اجنبي يعني لا طبعا على مستوى المنتخبات والانديه الكبيره لا المدرب اللي يعمل كده يبقى يعني طبعا لا يمكن يعني يكون على المستوى ده ان هو يجامل وهيجامل مين اللعيبه اللي ممكن يجاملها لكن ما انا مش هضحك عليك يعني ايه اتفضل في الاختيارات ما عجبتنيش يعني اختيارات لا ما هو خلي بال حضرتك يا كابتن كشري الاختيارات دي انا ممكن اختار اكس وحضرتك تختار واي انا بالنسبه لي واي وحش وانت بالنسبه لك اكس وحش لا يعني اختيار انا وحش اختيار اللعيبه ان اللعيبه سيئين لا اللعيبه كويسه ولكن يعني لما بتيجي تختار في خط الظهر مثلا لعيبه بتختار من الافضل يعني صح. الكلام ده مش بنقوله عشان احنا من النادي الاهلي لا دي حقيقه يعني ياسر ابراهيم لا خلاف عليه ان هو كان لازم يكون من الاعمده الرئيسيه في المنتخب نعم فانت خدت ثلاث مدافعين الثلاث سيرد باكات بتوع بيراميدز يعني وطبعا نادي بيراميدز نادي محترم وعنده لعيبه مميزه طبعا لكن طبعا. لكن على المستوى الدفاعي هو عنده مشاكل فبالتالي مش افضل خط عنده خط الظهر انت خدت الثلاث مدافعين اللي في القلب في حين اللي بيلعب على اعلى مستويات واللي مستواه ثابت واحد زي ياسر ابراهيم كنتش واخده بالظبط ما خدتوش فدي كانت يعني وطبعا في الاول والاخر هو صاحب القرار وهو اللي هيسال زي ما انت قلت المدرب هو اللي بيختار وهو اللي عنده قناعات وهيتحاسب على النتائج فطبعا لكن حته مجامله لعيبه يعني ما اعتقدش في مدرب ممكن يعمل كده اللي بيعمل كده بيبقى مدرب يعني
ما اعتقدش يعني، انا ما شفتهاش او ما حسيتهاش ان ممكن الواحد ممكن يجامل. هتجامل لصالح مين؟ صحيح، لصالح انت ماسك منتخب كمان يعني، انت في اعلام غير طبيعي في مصر، اعلام قوي، ماسك بلد كبيره، فصعب جدا ان انت تحط نفسك في الموقف ده. لا لا، انا اشك ان في مدرب ممكن يجامل على حساب مصلحته. طيب، هو رقم واحد. ده كويس جدا. السؤال اللي جاي من رؤيتك للمباريات حتى الآن، يعني اديك شايف الجزائر الشوط الأولاني مكسرة أنجولا، يعني عاملة عليها 1-0، ولكن يعني مضيعين جون، 1-1 دلوقتي لسه جايبين جون، يعني أنجولا متعادلة، ولكن الشوط الأولاني أنا شفته، أنا بتكلم على اللي أنا شفته قبل ما أخش. لا، الجزائر عامل ماتش كويس جدا، ما اعرفش بقى الشوط الثاني ايه اللي حصل. السنغال من شويه قبلها عاملين ماتش رائع وكسبانين، الكاميرون اتغلبت او فبالتالي اتعادلت، انا اسف، فبالتالي الماتشات كلها فيها مفاجآت كبيره جدا، ومن الواضح ان هذه البطوله مختلفه فنيا. بص يا كابتن اسلام، انت طبعا راجل كنت لعيب كبير وفي منتخب مصر، لعبنا سوا امم افريقيا 96، وانت لعبت بعديها كمان في ما شاء الله في البطولات كلها. المنتخب مصر احيانا لما بيخش بطوله وما بيبقاش فيه تفاؤل بالمنتخب بيعمل مفاجآت، وممكن تكون المباراه الاولى دي هي الشراره اللي هتخلي اللعيبه ان هي تحس بالمسؤوليه اكتر، ويبقى في اصرار اكتر على المكسب في مباراه كبيره زي غانا. الفرق كلها مستعده، والفرق كلها انت عارف فرق افريقيا كل بطوله يطلع فرقه وفرقتين صحيح جداد، زي قبل كده الراس الاخضر من كام سنه ظهري، المره اللي فاتت شكلها هتظهر السنه دي كمان فرقه كتيره ظهرت يعني البطوله اللي فاتت كان في فرقتين يعني مش مصنفين ووصلوا وكملوا، غينيا بيساوي بقت فرقه قويه. فبالتالي انت الخطوره مش من الفرق الكبيره، انت بتعمل حساب الفريق الكبير. صحيح، الخطوره من الفرق الصغيره هي دي اللي بتخليك تتوج بالبطوله، اما تخليك تطلع بره، ودي المشكله اللي انت حطيت نفسك فيها. لكن مستوى البطوله، لا، الجزائر بادئ شوط هايل جدا الشوط الاول، وابو نجاح جاب جونين منهم، جون طبعا اتحسب اوفسايد عالمي. لا، ده لو كان دخل كان هيبقى احلى جون، احلى جون في البطوله بصراحه. صح. وبعدين عنده نص ملعب قوي جدا، عنده مدافعين كلهم بيلعبوا في اوروبا، بس دخل فيهم جون اهو. معلش بس انت بتلعب مباراه، بتلعب فرقه برضه، فرقه انجولا فرقه محترمه جدا، بتفرج عليهم فرقه كويسه والله يعني. طبعا فرقه كويسه، ما فيش فرقه قليله السنه دي، لكن الجزائر تتفرج عليها فرقه كوره فيها اسلوب، بتوصل للجون، بتهدد كل 3 4 دقايق تلاقي في كره فرصه على المرمى خطيره. فبالتالي لا، ولسه المغرب، ما تشوف المغرب ولسه فرق ثانيه. لا، البطوله اكيد صعبه، احنا بنتمنى بس ان منتخب مصر، واكيد اللعيبه هتقعد مع بعضيها والمدرب هيقعد برضه يركز في المباراه اكتر الجايه، لان المباراه الجايه مهمه جدا يا كابتن اسلام. احنا لو لا قدر الله حصل حاجه انت خرج، مفيش كلام، هتبقى صعبه الامور يعني. انت حتى لو تعادلت فيه فرصه بنسبه مثلا 50% ان انت تلاعب كاب فيردي وهي وصلت الدور الثاني، فممكن ماتشك يبقى معاه حنين شويه، دي لو كسبت هي موزمبيق. ان غير كده لا، هيبقى الموقف صعب. واتمنى ان اللعيبه تعرف ان هي بتمثل منتخب مصر، يبقى المسؤوليه اكبر، يبقى في اصرار على المكسب بالذات من اللعيبه الكبيره. صلاح محتاج ان هو يعني يعبر عن نفسه اكتر من كده ويلعب بشراسه شويه. طبعا احنا عارفين صلاح نجم كبير، لكن المباراه اللي فاتت يعني النجم دايما النجم دايما الناس بتنتظر منه ان هو اللي يبقى هو اللي يشيل الفرقه على اكتافه بالظبط. فيعني اتمنى وان شاء الله هو لعيب كبير حقيقي، ان شاء الله الفرقه تبقى افضل الماتش الجاي. طيب، اخيرا يا كابتن كشري، اخد منك تشكيل لو هيلعب يوم الخميس لو انت المدرب. والله طبعا الشناوي مفيش كلام ما شاء الله عليه يعني، انا شايف محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، لان حجازي انا شايف ان الكيرف بتاعه عشان بعيد شويه الكيرف قل، ولكن برضه مش هتحاول تغير، ممكن تكون مش ساره. محمد هاني بس يبدا بدايه افضل من الماتش اللي فات. حمدي ولا فتوح؟ فتوح نص الملعب، اخطر شويه هجوميا فتوح نص الملعب. صح، مروان عطيه لا غنى عنه، انا شايف انه كان مهم انه كان يلعب المباراه دي مروان عطيه. وجنبه حمدي فتحي اوكي، و
يعني ممكن الثالث ممكن ما بين يعني زيزو برضو ممكن ان هو يبدا ثالث معاهم، لان امام عاشور برضو المباراه اللي فاتت ما كانش في المستوى، مش مركز اكتر لما نزل. خط الهجوم طبعا مصطفى محمد وصلاح وتريزيجيه، دول يعني دول البدايه. اعتقد ان كده منتخب مصر يعني في تغيير في حاجات معينه في الملعب ممكن تفرق معاهم. يعني يعني لما قلنا فتوح هجوميا اكتر، وانت عايز ان انت برضه تهاجم وفي نفس الوقت بيدافع، رغم ان محمد حمدي مقدم مباراه مش وحشه، صحيح، لكن فتوح خبراته اكبر في المباراه دي. ونتمنى ان محمد هاني يعني يبقى في المستوى بتاعه، هيفرق كتير جدا في المباراه دي. وفي الاخر كابتن اسلام، اصرار اللعيبه اهم من امكانيات. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده صح. اصرار، لو انت نازل عندك اصرار على المكسب، اي 11 هينزلوا هيأدوا بشكل كويس، بس نحس ان هم نازلين بيقاتلوا على المكسب، دي اهم حاجه. واعتقد ان العامل النفسي الراجل لازم يشتغل عليه كويس، واللعيبه تقعد مع بعضيها، دي رقم واحد، وتعرف ان المباراه الجايه مصيريه بالنسبه يعني الفريق منتخب مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد كشري على هذا التحليل.